Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de liker. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فإلى آبائي وأمهاتي وإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من أهل بلدي بعد بلدي ووطني بعد وطني وداري بعد داري من أهل الجزائر الحبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يشرح صدوركم ويصلح بالكم ويثبت أقدامكم ويرزقكم البر بوطنكم والحفاظ على مددكم وتاريخكم ودينكم. أيها الجزائريون الشرفاء، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السعيد من وعظ بغيره. ومفهوم هذا الكلام النبوي الشريف أن الشقي من لم يتعظ بغيره، فكيف يكون شقاء من لم يوعظ بنفسه؟ لقد جربتم الخطوب وتحملتم المحن، وسلم الله وطنكم وحفظ عليه وحدته ورد إليه استقراره، ورأيتم أين بلغت نيران الفتنة ببلدكم ثم أطفأها الله تعالى وأحبط كيد أعدائكم، فلتعرفوا نعمة الله عليكم ولتشكروه ليزيدكم، وأنتم أهل لكل زيادة من خير وعطاء من بر. أيها الجزائريون الشرفاء، إن الفتنة إذا وقعت عجز الشرفاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن، كما قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله، والنار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيما، لأن الناس إذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة أمورهم لم يمنعهم مانع من حمل السلاح فيحصل الشر وتقع الفوضى، وهذا بعض ما وقع عندكم حفظكم الله تعالى وسلم وطنكم. يا أهل الجزائر الحبيبة، إني لا أتحرج أن أقول لكم: انظروا ما تعانيه الأوطان الشقيقة التي ضربتها عواصف الفتنة وزلزلتها زلازل المحنة وعصفت بها رياح الفوضى ودمرت الدين والأخلاق فيها ثورات الماسون الصهيونية الصليبية. إني لا أتحرج أن أقول لكم ذلك، لأنكم أعلم الناس بأخباره وأدراهم بأسراره وأخبرهم بلهيب ناره. أيها الأحبة، ألا تذكرون ما كان؟ إن وطنكم حفظه الله تعالى لا يقبل أعداء الأمة استقراره، وكلما استقرت أحواله واستقامت أموره حيكت المؤامرات لإشعال المظاهرات وإحداث الثورات لتمزيق وحدته وتبديد طاقته. أيها الأحبة، لقد قال ربكم جل وعلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤوف بأمته الرحيم بها، يقول كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فالواجب علينا إن رأينا ما نكره أن نصبر، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاج علنا فهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا يمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بسبب، ما هو إلا إفساد ومضرة. لقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر وبالسمع والطاعة في غير معصية، ولم يأمر بالمظاهرات ولا بالاعتصامات. فهل الكفار الذين اخترعوا المظاهرات والاعتصامات في الغرب أهدى منه سبيلا؟ وهل هم بالحق أقوى مقيلا؟ يجب على المسلم المحب للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبعه ويقول: قد اختار لي الرسول الناصح صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة والصبر، فلن أستدرك عليه. لأن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد كانت كل مقومات المظاهرات متوفرة منذ العهد النبوي المكي، البشر الذين يتجمعون والأصوات والحناجر التي بها يصيحون ويصرخون والأرجل التي بها يركضون ويمشون، والظلم كان ينطح بقرنين ويمشي قائما على قدمين، يدعمه كبراء قريش حتى منعوا خيرة أهل الأرض آنذاك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، منعوهم من الشراب والطعام والزواج، حتى إن أحدهم كان يفرح بقطعة من جلد بعير جافة يجدها فتكون طعامه 3 أيام. وقد مكثوا على مثل هذا 3 سنين في شاب أبي طالب، لا يفزعون إلى مظاهرة ولا يتترسون بديمقراطية. فعدم اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة ومقوماتها كانت متوفرة موجودة في وقته دليل واضح على عدم مشروعية المظاهرات. وإذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته المظلومة شيئا، أيحل لأحد يدعي محبته صلى الله عليه وسلم أن يختار غير ما اختار، أو يستدرك عليه في هذا الاختيار؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان، وكذلك كان أئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر، نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم
وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع والأهواء لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. ويا آبائي وأمهاتي وإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، من أهل بلدي بعد بلدي، ووطني بعد وطني، وداري بعد داري، من أهل الجزائر الحبيبة، إن الجزائر اليوم أمانة في أعناقكم، فصونوها حتى تؤدوها إلى الأجيال اللاحقة درة مصونة وجوهرة مكنونة. يا أهل الجزائر، إن الجزائر اليوم أمانة في أعناقكم، فصونوها حتى تؤدوها إلى الأجيال اللاحقة درة مصونة وجوهرة مكنونة، تقدموا بها ولا تؤخروها، وارفعوها ولا تضعوها، وأكرموها ولا تهينوها، وحافظوا على وحدتها لا تمزقوها. اتقوا الله، اتقوا الله، لا تمزقوها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحفظ على الجزائر استقرارها وأمنها، وأن يؤلف بين قلوب أبنائها، وأن يجعل كيد من أرادها بسوء في نحره، وأن يجعل الدائرة عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الخميس 16 من جمادى الثانية 1440 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 24 من فبراير 1219. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اكفس كرب المكروبين، واشف مرضانا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك سحر المسحورين. اللهم ابطل سحرهم، اللهم شافهم من مرضهم، اللهم شافهم من مرضهم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن لما ترد كثر المس وكثر العين وكثر السحر وكثر دخول الجن في الإنس وكثرة العقوبات وكثرة الشهوات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كيف لا وهو الذي أخرج يونس عليه السلام ذا النون من ظلمات ثلاث. وذنون إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين. شفاء، شفاء، فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين. فأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب. فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تخيل بارك الله فيك إذا نادى المنادي فلان ابن فلان فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله. يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما من تاب وآمن أما من لقي الله بقلب منيب أما من لقي الله خائفا خاشعا فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه فلك قال أرحم الراحمين فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك في يوم القيامة فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيؤتى كتابه بيمينه فينطلق بين الصفوف ضاحكا مسرورا. هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إني ظننت أني ملاق حسابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا 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 بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم ينادى بفلان ابن فلان فلان العاصي الفاجر فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. النتيجة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا درعها سبعون ذراعا درعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله همم تقدم إلى كل مكروه شفاء إلى كل منفوس شفاء إلى كل حزين شفاء شفاء. يسر مؤسسة همم أن تقدم لكم ضمن سلسلة قراءات الشريط السابع عشر شفاء شفاء بصوت القارئ الشيخ محمد ابن إبراهيم الحيدان. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اقرأ بارك الله فيك وتدبر آيات القرآن واقرأ في خواتيم البقرة وآل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فما أشرف من أكرمه المولى العظيم وخصه بالتشريف والتعظيم وأدخله جنات النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن
صلح من آبائهم وأزواجهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كانوا يصدقون في الأقوال ويخلصون في الأعمال فجزاهم على أفعالهم ذو الجلال فمنحهم عقبى الدار. Thank you.